لقد مر عام على إطلاق التحديث وما ارتبط به من برامج تنفيذية تضع الأردن على مسار خطة مرنة وحية. قضية في غاية الأهمية. ملتقى عام على التحديث هو عبارة عن سكة يقف عليها قطار التحديث. كان لقاء كتير مهم اليوم، لقاء شكل كوقفة مراجعة لما تم إنجازه في العام الأول من 10 سنوات لخارج طريق تحديث القطاع. We should continue to invest in Jordan to make it even stronger and even make the region more stable. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني باسم الحسين المعظم. اللقاء الذي تم أمس جلالة سيدنا واليوم يؤكد على وجود النهج الذي تدعو إليه دائما بالتشارك، ويسعى إلى ترجمة رؤى جلالة سيدنا في التحديث لمساراته الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري، وهي مسارات متماسكة ومترابطة